عودة الآن إلى ضيفنا سيد يوسف. أهلا بك من جديد سيد يوسف. نعود لشركة المتكاملة وما حدث بها. يعني مؤخرا هناك يعني بعض المستثمرين ينوون رفع قضية على هيئة سوق المال وهيئة الاتصالات. برأيك هل فعلا سينجحون يعني بهذه الدعوة التي سوف تقام، أم أن يعني في حال فشلهم وعدم حصولهم على يعني حقوقهم بالكامل يعني هذا يعني يسيء لسمعة السوق السعودي، يعني يصبح بعد ذلك يعني يهرب منه المستثمرين؟ نعم، من الصعب طبعا التعليق على الموضوع هذا لانه لازم يكون عندنا كافه المعلومات، لكن في ثلاث عوامل رئيسيه اثرت على شركه متكامله. اول شيء الوضع التنافسي داخليا بسوق الاسهم السعوديه، كان في شركات اقوى منا ابتدات قبلها، فبالتالي ما هو كان بالسهل منافسه هالشركات مثل الاتصالات السعوديه موبايلي زين. النقطه الثانيه اللي بحب اذكرها كمان، المنافسه العالميه عم تزيد وعن طريق ادوات تنافسيه مختلفه، يعني نعرف عن طريق بعض البرامج مثل سكايب وفايبر عم بيصير في تقلص بهوامش الربحيه لشركات الاتصالات، فما هي بس فقط المنافسه الداخليه لكن كمان هي منافسه عن طريق ادوات اخرى تستعملها الشركات هيدي في عملها. النقطه الثالثه هي الوضع المنافسي او عفوا الوضع القانوني للشركه والقيود اللي وضعت عليها قد يكون او تزعم انها قد وضعت عليها والقضية القضائية، وهيدي بعتقد القانون ببث فيها، هيدي شغلة خارج عن التحليل، لكن هالثلاث عوامل هن اللي أثروا على شركة المتكاملة وبنشوف إن شاء الله كيف النتيجة حتكون. نعم، طيب نتحول إلى الاكتتابات الجديدة التي سوف تكون بعد تقريبا 3 أشهر، بعد القرارات التي سوف تكون جديدة سوف تكون محدودة، لكن دعنا نتكلم عن اكتتاب شركة رعاية الجديدة. الآن تمت التغطية، طبعا اكتتاب الأفراد، طبعا تمت التغطية بأكثر من 354%، كان هذا يوم الخميس الماضي. هل تعتقد أن جاذبية الاكتتابات الجديدة سيد يوسف نابعة من جاذبية الشركات نفسها أو السوق أو كلاهما، أو بس مجرد عمليات مضاربة يعني يبيعون بنفس يوم نزول الشركة للمحفظة؟ اولا بعتقد المضاربه يعني هي هدف اساس، لكن حيطلع يمكن تخصيص لكل فرد قد يكون سهمين او سهمين ونص تقريبا في شركه رعايه، في اقبال عالي عليه ما في شك. يعني الشركات كان في تغطيه 500% بالنسبه لها، وشفنا مؤخرا الافراد 360% تقريبا ليوم الخميس الماضي، فقد يكون يصل الى العدد الى 500 كمان بنهايه فتره الاكتتاب غدا. لكن هالشركات هذه بما انه اسهمها بتكون قليله وأول ما تنزل يعني تتداول أو تدرج وتبلش تتداول ما بيكون في حدا اشترى بأسعار أقل تقريبا حتى يقدر يربح، فبالتالي بنشوف طلبات عليها عالية كثير خاصة إذا أسهمها قليلة وتتحول لشركة مضاربة. في حال أخذنا أسمنت الشمالية على سبيل المثال الأسبوع الماضي، ذكرت أنه السيولة كانت لا بأس بها وجيدة وقوية كانت الأسبوع الماضي، ولكن تقريبا 50% من كل الصفقات تمت على شركة أسمنت الشمالية. بالنسبة للسيولة وعدد الأسهم 21.3% من إجمالي العدد تبع الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي، ومن ناحية القيمة كمان 21% تمت على أسمنت الشمالية، فلازم نعزل هالرقم هيدا فعليا لنوصل إلى السيولة الموجودة بالسوق في حال أسمنت الشمالية ما كان موجود الأسبوع الماضي. فالسيولة صحيح عالية بس أسمنت الشمالية إلى تأثير كان على زيادة السيولة والكميات والصفقات المتداولة الأسبوع الماضي. نعم فعليا أنا صح كلامك، كانت مستحوذة تقريبا على سيولة أسمنت الشمال. أيضا دعنا نعود إلى موضوع الشفافية التي يتطلبها سوقنا بشكل كبير. تقارير صحفية الآن تشير إلى توجه الهيئة لإعادة النظر في شروط إدراج الشركات. هل تعتقد أن هذا سوف يكون، هذا يعني التصرف سوف يكون عامل لدعم السوق، أم أنه بالعكس يعني هذا سوف يعني يقلص عدد الشركات المدرجة مستقبلا؟ سوق
سوق سعودي هو سوق بعده حديث إلى حد ما، يعني إذا قرناه مع بعض الأسواق العالمية بسوق فيلادلفيا على سبيل المثال في أمريكا اللي عمره فوق 350-400 سنة تقريبا فعليا إذا بنرجع على التاريخ، فسوقنا حديث بس عم بتطور بسرعة كثير. الآن داخليا كان عدة أمور مهمة، تكوين السوق، التركيز على الأنظمة والقوانين اللي بتسنه. الآن السوق كمان عم بتجه إلى شفافية أكثر ومصداقية أكثر، وهذا شيء جيد لما نكون مستعدين نفتح على الأسواق العالمية، لأنه إذا ما كان في شفافية ومصداقية بالسوق، سوق الأوراق المالية السعودي، فبالتالي المستثمرين الأجانب ما حينظروا له إنه سوق بيأمنوا إنه يحطوا فيه فلوس أو فلوسهم أو مدخراتهم. فبالتالي هذه النقطة الثانية. الخطوة اللي كمان حصلت بتعيين أستاذ محمد آل الشيخ رئيس هيئة سوق المال، كمان هي مهمة جدا، لأنه بدخول السوق السعودي في مرحلة الانفتاح على العالم لازم نكون حريصين جدا من ناحية القوانين والأنظمة. وطبعا خبرة الأستاذ محمد هي مرتفعة كثير في هالمجال هذا، في المجال القانوني لحماية سوق الأسهم في حال أنه يعني قريبا إن شاء الله حينفتح للأسواق العالمية. فالسوق عم بتطور خطوة خطوة، وداخلين على مرحلة جديدة لازم نكون داخلين مثل ما نقول بالرجل الصح، يعني أو خطوة صحيحة من البداية حتى ما يكون في تعثر، وهذه بتتضمن يعني غمق في المواضيع القانونية المتعلقة بسوق المال. نعم. طيب سيد يوسف، يعني رغم التداول العالي للسيولة اليومي للسوق اللي كان في الأسبوع الماضي تقريبا وصل وتجاوز مليار، يعني أو عفوا 36 مليار خلال الأسبوع، لكن المؤشر في النهاية طبعا نهاية الأسبوع خسر 60 نقطة، وما تفسيرك لذلك؟ بعتقد يعني التفسير واقعي جدا. سوق الاسهم ما بده مطالع الى الابد، يعني الا ما يكون في تراجعات تصحيحات، لما تحصل تصحيحات يوميه او اسبوعيه افضل ما تحصل فجاه وبكميه كبيره، لانه بيكون في اضرار عاليه جدا. لكن التراجعات اللي عم نشوفها احنا يمكن جني الارباح خلينا نقول هذه بسيطه، بعتقد انا السوق ما زال محافظ على اتجاهه التصاعدي. فنيا القيعان عم تكون كل قاع عم تكون اعلى من القاع السابق، وكل قمه عم تتكون اعلى من القمه السابقه، فهذه بحد ذاته من ناحيه التحليل الفني هذا تفسير او هذا يعني احد العوامل بتشير على انه السوق في مسار تصاعدي. النمره 2 انه سوق الاسهم عاطي شكل كبير فني اللي هو راس وكتفين مقلوب، هذا الشكل ايجابي تقريبا تكون من سبتمبر الماضي، وهذا ايجابي الدعم تبع خط العنق او المقاومه لهالشكل هذا على مستوى تقريبا 6900، هذا ثاني شكل ايجابي كبير. النقطة الثالثة بالنسبة للتحليل الفني انه المتوسطات المتحركات ال 20 50 100 200 الموزونين هن اخذوا الترتيب المناسب الان الايجابي اللي هو ال 20 فوق ال 50 فوق ال 100 فوق ال 200. إذا دخلنا بالتحليل الأساسي أو بالتحليل الاستراتيجي كمان ما بعرف إذا الوقت بيسمح، بس كل التحاليل هيدي بتتوافق مع التحليل الفني اللي هو سوق الأسهم السعودية في اعتقادي أنا على الفترة المتوسطة والبعيدة في ارتفاع، قد يكون في تراجعات يومية لكن هذه صحية لسوق الأسهم إجمالا، يعني تدخل فقط في نطاق جني الأرباح الطفيف. عموما السيد يوسف قسطنطيني المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك.